افتتحت اليوم فعاليات الملتقى الدولي الثالث للسياحة الرياضية آفاق وطموحات الرقمنة والذكاء الاصطناعي بجامعة أسوان. وستتم مناقشة دور الرياضة في التنمية المستدامة لمدينة أسوان في ضوء رؤية مصر 2030. كما يتم مناقشة الرؤية العصرية الخاصة بالرياضة للجميع كأسلوب حياة في ظل التغيرات التكنولوجية واستخدامات الذكاء الاصطناعي. بنحتفل جامعة أسوان بافتتاح النسخة الثالثة من الملتقى للسياحة الرياضية، وحقيقة دي يمكن النسخة الثالثة، وأنا قلت قبل كده إنه مجرد بس وصلنا للنسخة الثالثة معنى كده الحمد لله إن إحنا في نجاح. إحنا كل سنة بنعمل في نفس التوقيت هذا وبندعي قامات كبيرة، يعني إن شاء الله جاي الدكتور كمال درويش ومعانا طبعا الدكتور صبح حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ست المحافظ على وصول دلوقتي ان شاء الله. يمكن هذا الملتقى احنا فرصه كبيره، بنوجه رساله وتوصيه للساده المسؤولين ان احنا نقيم قريه اولمبيه ان شاء الله على رحاب ارض اسوان. دي هتدينا الفرصه ان احنا نستقبل الوفود من كل دول العالم. طبعا النهارده في الاحتفاليه الثالثه، النسخه الثالثه للملتقى الدولي للسياحه الرياضيه افاق وطموحات الرقمنه والذكاء الاصطناعي، وده طبعا بيجي تحت توجيهات مبادره فخامه الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي، الرياضه امن قومي، ودي الاليات اللي احنا بنحاول نقدر نعملها نقول عليها بحيث ان هي تبقى رياضه امن قومي، نقدر نستفيد بيها اسوان كسياحه رياضيه، تقدر بيها كمجال من مجالات التنميه المستدامه في ضوء رؤيه مصر 2030. وده ان شاء الله الفعاليات دي على 3 ايام فيها ندوات وفيها بحوث علميه متقدمه لكل ده، ان هي غير ان هي مهرجانات الرياضات المائيه، مهرجانات الفروسيه، مهرجانات السياحه الرياضيه والاثار، بحيث ان احنا بنقول اسوان احلى، اسوان فيها تقدر تنفذ فيها قادره على تنفيذ المبادرات او تنفيذ الاليات بتاعه البطولات الرياضيه العربيه والافريقيه.